بسم الله الرحمن الرحيم. تحميفك متشر شو ما فتشر قتو بله أديه سوسة خاسة مرة أردن مشيئة أديه خاسة خمرة ياد سجرة كوب ما فأبشي شقوة تخل. وخير ما نستهل به بعد بسم الله الرحمن الرحيم قراءة لآيات من القرآن الحكيم يقوم بها الطالب حمزة أبزاخ من مدرسة الأمير حمزة بن الحسين، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله. والآن نطلب من الحضور الكرام الوقوف دقيقة صمت يعقبها قراءة الفاتحة على شهداء الأمة الشركسية وشهداء التهجير. الفاتحة. شكرا لكم. أديقة فشرة كاسة ميت حمادة دوق جوقة محمد حميد يدوق بلغة غاشم غشاغم رزي على حميتك سيساخر سوبلا نوضة
فقدوا غبلاغ دي شو غماغ هجم فخيمة جس أنرس مصجو سقفنا سيس تحكى جفما ما شلحهم قومر زخوا الساس دنيم يخجاهم ياك قدرك ديك قدرك جنو ديقر شفغ خواس ديقر قدف شياس رفعتم معنوياتنا بحضور كل ليلة وسري سيقاب هذا الدفق ذو غبلاغة سيتكي سيقوبهم يتكي باسم الهيئة الإدارية وباسمي مرحب بكم جميعا أجمل ترحيب أتيقى هم جاء جيل زاقر مزخر من جاء يعني الشجرة ما بتصير غابة لازم تلتقي مع عدة أشجار حتى تصير غابة هراسي بسوري زدخن خويس دزدي أبوكو زنزن يقوم دبشو نوبة ما شاء الله حميس قد غتواس زرف فأدية ددر حرازة غفوه نوبة سيقول بجم خيمة كدف شي جاس زرف قطام هابشا في شاسة مر في شاسة زمي شاسة هابش حيد ازدي أفقون خيس أزاقو دش دشتن خيس تحم فري غفاقوة تحم وزنشاغة بدق فيت تحم في غفصو
كفار كريم قد قد فعلوا حاجي غبسو. كان معنا طلاب مدرسة الأمير حمزة بن حسين ومجموعة غرس. معلومة شركسية: في عام 1810 تم تدشين حملة عسكرية من قبل قوات القيصرية في منطقة القبردين تحت إمرة الجنرال بوتغانوف، وتم تدمير 200 قرية شركسية خلال أشهر وقتل آلاف السكان في تلك القرى. للأسف الخير في أمتي إلى يوم القيامة كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، والخير إن شاء الله في أمة الشركسية ما دامت تعيش وتتنفس. مع كلمة جمعية الخير، الجمعية الخيرية الشركسية، يلقيها نائب الرئيس سعادة المهندس إبراهيم إسحاقات حلاشتة، فليتفضل. أدية شوشة كاسم يتحماتم يقوازر حلاشتة إبراهيم إسحاقات وشائر يتتل أبسو. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوات والإخوة الأكارم، مساء الخير. نحيي اليوم والشراكسة أينما كانوا يوم الحداد الشركسي، ونختلف بطريقة وكيفية إحيائها، والاختلاف سنة الحياة، والاختلاف شيء طبيعي بالقضية الشركسية. فحركة الإنسان على الأرض لها أبعاد ثلاث، هي الزمان والمكان والإنسان، ومن هنا يكمن اختلافنا بالتعامل مع القضية الشركسية طبقاً لطبيعة كل إنسان ومصلحته وثقافته ومكان إقامته. فتعامل الشركسي بالوطن الأم يختلف عن تعامل الشركسي بالأردن أو أمريكا، ويختلف أيضاً من شخص إلى شخص آخر. وكما هو معلوم بعلم السياسة لا يوجد مبدأ ثابت وإنما مصلحة، فالمحرك الأساسي للدول والأشخاص هي المصالح، فما هو مقبول اليوم قد يكون محرم غداً، وما نقف معه اليوم نقف ضده في مكان آخر، لكن هنالك ثوابت علينا أن لا ننساها مهما اختلفنا واختلفت توجهاتنا السياسية، وهي: أولاً، إن أجدادنا تعرضوا للإبادة الجماعية. ثانياً، إن أجدادنا تعرضوا للتهجير القسري ولم يهاجروا طواعياً. ثالثاً، المطالبة بحق العودة كمطلب شرعي كفلته المواثيق الدولية. رابعاً، لا مصلحة لنا كشراكسة بمعاداة الروس، لأنها لن تقودنا إلا إلى مزيد من التشتت والدمار، وعلينا التمسك بالدبلوماسية والحوار السلمي. وفي الختام، نحن الشراكسة شعب حي، ونؤمن بأن لنا حقوق لكنها لن تصل إلينا على طبق من ذهب، وكلنا أمل بأن تكون أجيالنا القادمة أكثر منا وأقدر منا على التعامل بحرفية مع قضيتنا الشركسية العادلة. المجد والخدود لأجدادنا وشهادنا وشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير رسول.
معلومة سريعة، كان هناك نقاط تجارية على طول الساحل الشركسي، وأهمها مدينة أنابا التي ذكر الجنرال رايبسكي أنه تم تدمير 50 قرية شركسية محيطة بهذه المدينة. أذيا غمشش نحجم حتى رشكوة يبتنو مع كلمة المجلس العشائري الشركسي الأردني يلقيها سعادة الكاتب الشركسي الأستاذ محمد أزوقة نائب رئيس المجلس. فليتفضل. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الأمسية المباركة بإذن الله لنحيي الذكرى 59 بعد 100 لانتهاء الحرب القفقاسية الروسية التي أدت إلى مقتل قرابة نصف الأمة الشركسية وضياع أرض الشراكسة التاريخية وتشريد غالبية الناجين من المذابح في زوايا الدنيا الأربع. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إنه لمن دواعي التفاؤل رؤية هذا الكم من الوعي المتنامي بقضيتنا المركزية، ولعل أهم أسباب هذا الوعي هو ارتقاء سوية المتعلمين والمثقفين من أبناء أمتنا، وكذلك سهولة التواصل بواسطة البرامج والأجهزة الحديثة. لكن هذا الوعي وهذه الدعوات لم تتخذ بعد صفة التركيز على أهداف وغايات أساسية وحيوية يأتي في مقدمتها حق العودة الذي تعترف به كافة السنن والشرائع والقوانين والأعراف الدولية والذي لا يطاله التقاضي. لهذا فإن جميع الناشطين في أمتنا مدعوون اليوم إلى توحيد الجهود وإعداد البرامج والخطط لوضع ملف متكامل تتقدم به الأمة الشركسية بممثلين عنها إلى الفيدرالية الروسية الموقرة حسب الوسائل والقنوات المرعية في هذه الحالة، بحيث يمتلك كل شركسي في الدنيا حق العودة غير المشروطة إلى بلاد أجداده وتأسيس مستقبله وحياته فيها. طبيعي أن حصول الشركسي على حق العودة لا يمثل سوى نقطة البداية للعمل الشركسي السياسي المنظم، لأن الحقوق الشركسية لدى الفيدرالية الروسية تشتمل على مطالب متشعبة، أهمها أولاً إعادة كافة الأراضي التي صادرتها روسيا القيصرية إلى أحفاد أصحابها الأصليين. وللعلم فإن أرشيف وزارة الدفاع الروسية والسجلات الرسمية الموجودة في موسكو وتبليسي وإسطنبول ولندن ونالتشك ومتاحف أخرى كثيرة تحتوي على تفاصيل مذهلة لهذه الغاية، أو التعويض عن الأراضي التي لا يمكن إعادتها. ثانياً، المطالبة بالتعويض عن جميع الشهداء الشراكسة الذين استشهدوا في ميادين القتال وعلى دروب التهجير القسري وفي الموانئ وجراء الأوبئة التي أصابتهم نتيجة الإهمال القيصري المتعمد،
وهنا نقول أنه توجد لدى الأرشيف العسكري الروسي تفاصيل مذهلة في هذا الموضوع. ثلاثة، المطالبة بالتعويض عن المواشي والأمتعة التي صادرها أو أتلفها الجيش القيصري في حملاته القاسية. ومرة أخرى يحتوي الأرشيف العسكري على تفاصيل مذهلة. أربعة، المطالبة بالتعويض عن فوات المنفعة بالأراضي العائدة للشراكسة طيلة فترة الاحتلال، وهذا بند يمكن احتسابه بواسطة خبراء اقتصاديين مختصين. خمسة، السماح للعائدين الشراكسة بالعمل السياسي المنظم الحر لإعادة بناء الدولة الشركسية الحديثة وإشاعة الفكر الديمقراطي وحرية الاختيار. لقد حرصت في كتابي القضية الشركسية وفي الحلقات 30 التي قدمتها في تلفزيون نارت الأغر على عدم استعداء الفيدرالية الروسية ولو بكلمة واحدة. فنحن في الأردن حريصون كل الحرص على بقاء وتطوير العلاقة الودية الحميمة مع الفيدرالية الروسية، ونقدر عالياً سياستها تجاه قضايا الأردن والأمة العربية، لكننا من الناحية الأخرى نرى أن الفيدرالية الروسية هي الوريث القانوني والسياسي للقيصرة الروسية، وعليه فهي ملزمة بالاستماع إلى مطالب الأمة الشركسية والعمل على إعادة الحق إلى نصاره. الحضور الكريم، هذه دعوة من القلب للمباشرة في عمل منظم يشمل كل شراكسة الشتات، لعلنا نعيد شيئا من الطمأنينة والرضا إلى أرواح شهداء أمتنا الحبيبة المنتظرين على قمة أشحماقرة. والسلام عليكم ورحمة الله. نرجو من الحضور الكرام التلطف بإغلاق الموبايلات لأن في إزعاج كبار عم يصير مع أسرع الكلمات زي الناس، فنرجو الجميع أن يطفوا موبايلاتهم أو يحطوهم على الصالة. كانوا أول من احتضن الكاتبة والشاعر والأديب القومي الشركسي كوبا شعبان نادي الجيل الجديد. قدم مسرحياته ليحافظ على تراثنا وقيمنا عبر الأجيال مع سكتش تفاعلي وكلمة مقدمة من نادي الجيل لبزوش كاسر يدو غبلاغة وتكم السوق. تتذكر دادا شو كان يخبرنا عن 21/5؟ تذكر كيف كان يحكي لنا على لسان والده تشركيسيا بلد كبيرة حلوة كتير فيها خير سكنوا فيها أجدادنا لآلاف وآلاف السنين. خبرني مرة إنه شعبنا كانوا كتار عانوا من الخيانات والغدر والجرائم اللي ما بتنوصف. حكالي إنه شعبنا شعب جبار ما تخلى عن القتال ببسالة وشرف حتى بأصعب الأوقات. حكالي مرة عن قرية كانت جنب قريتهم كان سكانها شي 1700 كلهم استشهدوا ما ضل منهم حدا. حكالي أن القياصرة كانوا يؤمروا جنودهم والمرتزقة ما في شيء ممنوع احرقوا القرى اقتلوا الأطفال اقتلوا السيدات
اختصموا، انهبوا عن جنب طرف. مرة حكى لي كيف والده إذا يجى يودعه على شواطئ البحر الأسود، قال له لا تقلق لا تخاف، أنا إن شاء الله رح ألحقك يا أبي. بعدها وصلوا خبر حكوا له والدك استشهد وهو بدافع عن شركيسي. خبرني مرة إنه كان صغير لما ركبوا السفينة، كانوا كثار 200 300 400، مو وسعين، وطول الطريق الأطفال والسيدات خايفين مرتعبين من الغرق. إيه مرة حكالي عن الست اللي كانت معهم في البحر لما تهجروا، طول الطريق بالسفينة عابطة ابنها الرضيع وعاملة حالها عم بترضعه، هو كان ميت بس كانت خايفة تحكي، إذا حكت رح يرموا البحارة في البحر. جدي حكالي إنهم كانوا بالطريق، كثير ناس ماتت مرض برد جوع. لهسه مش متخيل لما حكانا إنه مر عليهم كذا يوم بدون أكل. تذكر لما حكالنا عن أخوه كيف صاد سمكة من البحر، كانوا جوعانين صار لهم أكم من يوم مش ماكلين، ما قدروا يأكلوا، كيف بدهم يأكلوا السمك اللي شبع جثث أهلهم يستشهد في البحر؟ إيه أنا ما بعرف كيف مسكت حالي لما قال لي إنه البحارة كانت تعرف الطريق بالبحر من جثث أجدادنا. مسكين يا جدي، خبرني إنه أغلب اللي استشهدوا ما لقوا حدا يدفنهم، كان ابن 6 سنين وعاش طفولته بيساعدهم بيدفن الشهداء. جدي حكالي إنهم لما وصلوا كان في أمل قهر الأمور راح تتحسن، الأوضاع راح تكون أحسن، بس اللي صار هو العكس، مرض وموت وقرايبهم اختفت. ذكر صدمتنا لما حكالنا كيف ل7 سنين المد والجزر بالبحر كان يترك جماجم الشهداء، كانوا الغربان بيعملوا عشاشهم من شعر الستات والأطفال ولحى الرجال اللي استشهدوا. متخيل يا أخوي إن هدول أهلنا، عمامنا، أخواننا وأخوالكم وأجدادنا. ما بنسى كيف قبل ما يتوفى صابه زهايمر، نسينا كلياتنا، نسي أسامينا، بس عمره بحياته ما نسي هالأحداث. مرة نادانا قال تعالوا يا أولادي، حط إيده على كتافنا حكالنا أوعدوني أوعدوني ما تنسوا هالأحداث. تياتج ثابة تحم جنات قويت تاوشتو تشغو بشجنو يثاس شرا شانقورا بغورا خوغا دهات شغو بشاغب تشغو بشجن أمالي أب. جدي رحمة الله عليك ما نسينا يا جدي، كيف رح ننسى مر 159 سنة ما نسينا ولا في أمل أصلاً أن ننسى؟ شغب شاغب شغب ششتب شغب ششتب شغب ششتب. عشبي غبسو حارس أشباب، معلومة أخرى تدل سجلات الجيش الروسي القيصري
أنه في عام 1846 وحده وقعت في عام واحد 88 معركة مع الشراكسة على سواحل البحر الأسود لوحده. 88 معركة في سنة واحدة على الساحل. تصوروا شو صار بالباقي. جدد لكم معلومات شوي. في عام 1882 بقي في منطقة الكوبان بسج 61,200 شركسي. كتب فيهم رؤساء المستوطنات القوزاقية إلى قيادة الجيش الروسي بضرورة طردهم باعتبارهم عنصرا غريبا ومريبا. تصوروا معي، صرنا عنصر غريب ومريب في أرضنا. قرار بسو هذه يشوان خابزم يا أكاديمية فيديو قورة قاغة تغط شو أبلغ أكاديمية التربية الثقافة الشركسية مع فيديو سكتاسا ميني يمي غوص شو بسوغسا ونا غوص سكتش غريب سيك في غكري غاش أرك شاحخ أو تدجي آتر دونا يمستي تقوحاخ خلصك رجخ قد جبال شو خلقو تلقو حاق ميز شي قدت أو سيكا بسر بطوق النجر سيكا كوش يكسي شاي صفر الناخ بطوم جو حرقا روش كنت ستو خريطا ربصاغ جي بتزوالك جي ولس بجي حاغم تي جو قمش بيشتاف تي خاب زيغك قدن بطلخ وسمني خريق وحامت راشايخ او خبسن جود قاغن نوترا ومتغاخ ينجد ازكري تي قطب وخوز فاشخ بستوري بجحاغ وشب اجو يجري شئر قنش غر عار تره شاغ اشكب كخينا مريا كم جاج بشيغ زي قواجع قين بلند قشخوخ تي ما قكر زكاكرا بشتر او تي زقط نغراتي قواجع راك اجرب يا خلاح زيكوش كمر نحيش كمر نخمر كفغة كمر ديك قد غدششك قدش قجيك واشمرا مس كمر بسيخو كمر بوشح كمر قدش قجيك قاغن نجن باي زيكا كويا غزي غجز عمكن آخر شغوب شنب جون غاج عمية طوج على السرا جينا كمش وقت غابي فيت نغم شو تراكي شنب شبقى غمز في غزة غم قين زوي كغتر آر أوفو خخ يا غاش إي آر تيش واش غتخ كأش أخزا ولبجدو يا يم يدغأوغ شعن غرد فما جعما شدخل قتربج هاشي غرفو معلومة أخرى تصوروها معي. لم يتبقى في مناطق الشابسغ سوى 13 قرية الآن من أصل 5,000 قرية شركسية، بقي فقط 13 قرية. ياردان يمرى قفقاس يمرى أدي يخمي نبجغون غكاسة. جمعية أصدقائي شراكسة القفقاس الأردنية وكلمة من سعادة رئيس الجمعية الأستاذ محمد شعيب حمزوق خط، فليتفضل مشكور. قصف الغو طاق سيغا بجاح أخوامي سقل شزوامي تفلابه تقوبسه مزفسم شحزرهر شويب شحسوه يردان قفقاس أدقن بجو هاسم يوفزيحه مقاب غدجو سلام قوبة فابة زجنجي زرزوك شوتاك آيو شبقى جا تحمد شاقوغ مكوفو مخاسم كجحامة لا فوق جاء زاكر لا فما فا
أدغم فخنجة تيتف لا بخر إلاسمين را صيب الراتوش إشرا شرم ورسيا زر أدغا خكوزم قزتيوام تا تزمى سصحى مغازة يامسو وتكم شزواخ يابسا كيف سر خاكم فاغتشا خاكم را شاب قمرا يابسا قرمان فاصو هاو كوبم تلغى ريجن وقيفي ورس يدزم أدقها كوزارز أجيو بتي أدقها الشاب سيتشو ريجي خنجغتك ويخصو تأوصوام ويغازي حكي عثمان قرالم تراري غوزان جاغ هاو نسخر نمسخر نسخم يا نحين أحماج أرش بايبوما غابلرا وزرا سجحان مرا ياتيك وداك أرش أدقم لجس قوقش الصغ ألاجم كلسو فريغ الصغ أدقم يبزا باچا خو سبقر باچا خو خكور قدرم تيحا أرشتي صفر أدغم يزتيت جم وقتم خزغت لاوا مصطويو مر أدغم يزتيت هاتي شبق داخ هاتي ننفد شدوني برم جو ود خطر مالا خطر قاخو الأرار قاخرم تفيخو تكود تكود زجع تكود كودنر ترجب سكود تي تفلق زم آيجا تي بزا آيش أوش شمن يا مارج خجن زد قزو غوشبا تي غاشرة وش غاشرة زفد متشم ديل زاقو تي شمغت هاي تيتو تيت مخو تي مخوني قد تيكو خونو تخلخر زد فاكوجة أدقاغر زد فاكوجة أدقابزر زد فاكوجة أدقاها كجر زد غاكوجة جاينبام تزيه تسيسو تزفد قرالي شمؤو تخجن جسيني قيش حي يووي 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 تخلخم جسم فاسو شناوي سأيمشو سأوششو ستحوسخو سيتخال لغوز ثلاثم مرشب مزخيزي تخلق مزديدزي منكش أزاو لرخيزي غش شازي أما يابقي منجسات لأو قصوة تريش سوف تحصوي غبسو شوابسو أدغري ورابسو حاوي غبسو تحمادة. معلومة أخرى، في عام 1833 قررت القوات القيصرية اللجوء إلى تكتيك يقضي بحرق المحاصيل الزراعية والبساتين الشركسية لخلق مجاعة ما بين الشراكسة، واستمرت العملية لعام 1839 ستة أعوام بلا توقف من حرق المحاصيل والمجاعة ما بين الشراكسة. ورد هي الأغنية، وسة هو الشعر، لكن الشراكس امتازوا كذلك بالغبزة المرثى وتعني لغة البكاء، مع غبزة مقدمة من مدرسة الأمير حمزة بن حسين ومجموعة غرز. فليتفضل.
خزم وراد جزاج مرجاج صرف سقوق هوي صور متسي هوي مرجاج سقوق هوي ويش بخ وزيري هوي مرجا زرب خشبوا هوي غم قادا غم غمي هوي مرجا مراد شو تساوى هوي زنب زق صيخر ووي مرجا قزر وغشتا ووي صدر قمشتا ويا هوي مرجا مورد قشتا قم ووي تت بريستا فري ووي مرجا وي زوكري هوي مرجا جيمي خبوستا هوي أبسو اليوم نعطيكم معلومات كثير معلش يوم الحداد إذا ما أخذنا معلومات تعلمنا وعلمنا أولادنا وبناتنا ما بسي تنسى. بلغ عدد الشراكسة المهجرين إلى منطقة مرسين في تركيا وحدها ما يقارب 74,000 لم ينجو منهم سوى 4,000 70,000 شركسي من المجاعة والأمراض توفوا في مرسين. أنشئت للحفاظ على ثقافتنا من الضياع، ثقافتنا، فلكلورنا، لغتنا وتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا، مع كلمة من القلب باللغة الشركسية يلقيها نيابة عن الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية السيد بشار صبزو. قرار تسو أليش الكاب زمي أكاديمية يدو غبلاغة الشعبة. تحاش غوغم شرط كوش ربغو يخسر دي أدشغم يا حدرك غوغري تحمتنش يا كويش دي خب قواردم شيشو زمان بزاجم يحادت خنزيري جنتش تحمي غقوفا زيت شغبشانوكم دي أدش قداخر شغبشانوكم زيخا كوجم يجاقور وجيخا خابتر شغبشانوكم وحبسم يزو كيفتس أجم شغفا خابتر شغبشانوكم بزيخو غابسا زيخا متش بنر زي بغافا مش أخير شغبشانوكم وزفا بزاجم يحاجلري كيفتس أجم يفر نخري نخواب جخواش دي أدشغم يا حادر تبخيرشو قبشوخو خابخاما أو يذكر نوبة دي زمان قد خبخامة ستت يا خغنو زكويخر داويج أديغا داويج أديغا خبقر خبقواردو خبقوزنشو خبقزيوزش آوة أراش داويج يا خغنو خوينوتر أراش يا بسرج أتاري نوبة ديش أبلا موزن شاغراش أنغرا يا بغدشو بلجاري چو مغبشو ديابج أدبشو دي خبقواردر تحميغا وزنشا أبسو بشار هذا القرار. معلومة جديدة كتب الجنرال كاتراشيف أنه قد وصل
إلى ميناء باتومي في جورجيا 70,000 شركسي لغايات تهجيرهم إلى الأراضي العثمانية، وأن معدل الوفيات بينهم، تصوروا معي، 7 أشخاص يوميا. تصوروا 7 أشخاص يوميا، لا حول الله. الشباب عماد الوطن، وهم عماد نضاله وبقائه وضمان مستقبله. مع كلمة الهيئة الشبابية الأردنية الشركسية يلقيها سعادة النائب السابق ورئيس الهيئة منصور سيف الدين مراد سجاجة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نلتقي في هذا اليوم الأغر مستذكرين أشرس وأبشع هجمة بربرية استعمارية استيطانية لأهداف وغايات جيوسياسية وأيديولوجية أثنية، قتلت وهجرت الملايين من أبناء الشراكس المسلمين. لهم المجد والخلود، أصحاب الأرض الحقيقيين، أجدادنا الذين نحد عليهم ليس من أجل ضرب الكف بالكف، إنما لاستذكار بطولاتهم وتخليداً للدماء الزكية التي سفكت ظلماً على أرض الوطن الخالدة. الأهل والأعزاء، في الذكرى 59 بعد 100 ليوم الحداد والتهجير، أقف أمامكم باسم أعضاء الهيئة الشبابية الأردنية الشركسية، وأنتم أبناء وأحفاد الرعيل الذي عانى من الويلات والمآسي والجرائم التي حلت بشعبنا من قبل روسيا القيصرية، حيث كانوا شاهدين على فصولها إلى أن قدر الله لهم الوطن الأردني، وقد كتب لهم بأن يكونوا جزءاً من مؤسسيه وبناته، وظلوا ملتزمين بإخوتهم وتقاسموا معهم السراء والضراء. الأخوات والأخوة الأعزاء، في الذكرى هذه نقف مع حقائق التاريخ وإرهاصاته لأشرس وأبشع هجمة بربرية استعمارية هدفها التوسع ونهب الموارد والثروات والسيطرة على أراضي أجدادنا الأزلية، لتصبح مجالاً حيوياً لروسيا القيصرية بهدف تأمين حدودها الجنوبية وإيجاد ممر آمن إلى البحار الدافئة لتحقيق أهدافها الاستعمارية. ولهذا كان لابد من الاستيلاء على سواحل البحر الأسود الشركسية وإقامة الموانئ والقواعد لتوفير الدعم والخدمات اللوجستية لأساطيلهم الحربية والتجارية. وهكذا بدأت فصول الجريمة بأبشع ما عرفه التاريخ، وأدى إلى ذبح وتهجير شعبنا العريق وإحلال قوميات أخرى من القوقاز في وطننا الأم، وترافق كل ذلك بعمليات قتل وإبادة جماعية وحرق للقرى والحقول، كما يقوم به اليوم الصهاينة على أرض فلسطين، وهم الذين تتلمذوا في مدارس الإجرام. ومن هنا حدثت مأساة الهجرة القسرية لشعبنا إلى الأقطار العربية والإسلامية. أيها الأهل الأفاضل، يجب أن نسمع العالم أننا نحن الشراكسة ضحايا من احتلوا أرضنا وهجروا أجدادنا، وإننا كشعب شركسي علينا أن نتوجه إلى العالم مطالبين بحقنا من التفهم والتعاطف والتضامن، حتى لا نصل إلى نكران قضيتنا القومية وحرماننا من حقوقنا الوطنية التاريخية.
وإلى يومنا هذا لم يتم الاعتراف بالظلم والاستبداد التاريخي الذي وقع علينا، كما لم يتم الاعتراف بحقوقنا التاريخية وبحقنا في العودة وإنشاء دولة مستقلة ذات سيادة. ولتعلم روسيا الاتحادية وريثة روسيا القيصرية بأن التاريخ لم يحسم رأيه بعد، وأن المظلومين سينتصرون يوما. ومن هنا يجب علينا أن نناشد الرأي العام العالمي وأن يساندوا شعبنا لنيل حقوقه المشروعة، لكي لا نسقط في غياهب النسيان. أيها الأهل، نحن لا نطالب بالعدالة المطلقة بقدر مطالبتنا بالعدالة الممكنة. وليعلم من احتلوا وسلبوا وطننا أن المعضلة الأخلاقية اليوم هي أن تكون لنا دولة مفقودة يجب إقامتها. أيتها الأخوات، أيها الأخوة، لقد قال الرئيس فلاديمير بوتين أن الحرب الروسية الأوكرانية شنت التزاما من روسيا بهدف إنقاذ شعب دونباس وطنيا وأخلاقيا من الاحتلال والظلم والقتل وإقامة دولة مستقلة له. سوى حرب عالمية. مما يعطينا الحق أن نسأل هنا، ألم يتعرض شعبنا الشركسي للاحتلال والاستبداد والقتل والاقتلاع من وطنه؟ مما يتوجب على روسيا ورئيسها وحكومتها الالتزام بالمصداقية ذاتها والاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره وحقه الشرعي بالعودة وبناء دولة مستقلة على كامل أراضيها أسوة بشعب الدونباس. طب ما أنت فزعت العالم وقلت بدي أدافع عن شعب طرد من أرضه، وإحنا مش شعب طرد من أرضنا؟ ما لنا حق كشعوب الأرض كلها أن تكون لنا دولة؟ هذا هو السبيل فقط لتجسيد المصداقية التاريخية لروسيا. إذا صادقين تفضلوا اعترفوا بحقوقنا التاريخية ورئيسها، وهم يعلمون جيدا أن جرائم الإرهاب والإبادة لا تسقط بالتقابل. هذا القانون الدولي ما بيساهمح، لا، جريمة إرهاب لا تسقط في التقابل، وإحنا تعرضنا لكل وسائل الإرهاب بالدنيا. مما يتوجب علينا وبأسرع وقت إنشاء قنوات اتصال مع كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات المنبثقة عن هيئة الأمم حتى يتم إيصال ونشر الملفات الخاصة بالمأساة الشركسية الإنسانية الموثقة، والطلب من هيئة الأمم وأمينها العام أن يتم تعيين سفيراً للنوايا الحسنة لمتابعة القضية الشركسية وتعريف العالم بكل تبعاتها التاريخية. وكل ذلك لا يتحقق إلا إذا قمنا بتشكيل أمانة عامة لشؤون الوطن الأم تضع خارطة طريق متكاملة لما يجب القيام به لتعريف العالم بقضيتنا ومتابعة ومساندة كل ما يتعلق بها. وأخيرا أؤكد أن قضيتنا ستبقى أخلاقية وقانونية وإنسانية، وستظل باقية برمزيتها الحضارية والفكرية والدينية لتمثل كل ما يجمع الإنسان بأخيه الإنسان. أيها الأهل، رفع الله قدركم وبارك عملكم وأسعد قلوبكم النقية وكفاكم شر ما تكرهون، سائلين الله القدير أن يرحم الله شهداءنا ويسكنهم مع الصحابة والصديقين في عليين. والسلام عليكم ورحمة الله. معلومة أخرى كتب المؤلف جان كارول عن الوحشية والبربرية واللا إنسانية والهمجية للجيش القيصري في تشركسيا قائلاً إن احتلال روسيا لتشركسيا لهو أبشع لوحة تمثل الوحشية والبربرية في عصرنا الحالي. يجي
زي فيديو نبشت كاسر طارق غوت مع فيديو مقدم من نادي الجيل الجديد. سبت أجل ما حنا شوية جوانا غواتشم يطوش رزرة شو شجمة كافك الزاور زاو خغر يحس شارة شنقور بغرم زرا خرم يحط آغا وفتحاب زخم أنحو قاكد غاشرر تاريخم ينكوب وخر زشتين غغوب شكو مامر شآج أبسوچر زرد غداكشتر آر زاور يحس شن نحبرة عادقة خم ياجب شكواغ سدفة دزاوي زشتخو من فاي عاشق في غونا فتشو زاوم يشخان زبسة زتغى شخوش خم في أسوام أسحاغ خم خمية حلاغ خم ياجب قزيو خماغ خم تافشو وزا تينا وشرا مافا نحشو زرافوشتن تيقو بشسا حيا غبسو نبشرك أسف حجرنا ولم ننسى لكن ما أن وصلنا هنا حتى بدأنا بالتعمير عمرنا ولم ننسى عمرنا عمان الأبية بسواعدنا أولا وسواعد من سكنوها معنا لاحقا لكننا لم ننسى ولن ننسى كلمة ديوان شراكسة عمان ويلقيها سعادة رئيس ديوان السيد أحمد عبدة فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه العزيز إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. نجتمع اليوم كعادتنا في هذا الموعد من كل عام لنستذكر ونستحضر صور ماضينا المؤلم ونترحم على شهدائنا من الشيوخ والنساء والأطفال والمقاتلين الذين سقطوا في مأساة الحرب القيصرية المأوية المجنونة دفاعاً عن الأرض والدين والعرض. نتباكى على خساراتنا ذلك الزمن وتلك الحضارة. نشترح في هذا اليوم من غرف الظلم المظلمة ظلمات فوقها ظلمات فوقها ظلمات مرت بها أمتنا عبر تاريخ الطويل الممتد في سراديب الزمن لتكسو اجتماعنا هذا باللون الأسود وتعطره برائحة الدم والبارود. كما تعلمون سادتي إن عناصر التاريخ ماضي وحاضر ومستقبل وهذه هي دورة الحياة التي تعين البشرية على تخطي مآسيها وعذاباتها وتمدها بالقوة والأمل للنهوض من جديد وإعادة البناء. فالماضي مخزن ذاكرة الأمة ومرجعها تأخذ منه بعد الدراسة والتحليل العبر وتتعرف على مواطن الضعف والخلل وأسبابها لتبني على ذلك حاضرها ومستقبلها وتحدد أهدافها وطموحاتها. الماضي استقرت صورته يوم 21/5/1864 عندما وضعت الحرب المئوية أوزارها بخسارتنا لها أمام الجيوش الروسية الغازية ودلالاتها كانت القرى المحروقة والدمار الشامل والقتل والتشريد والتهريب والتهجير القسري وظلم البشرية لأمتنا جمعاء. ذلك ماضينا الذي انطلقنا منه
لنعيش الحاضر الذي كتب علينا ولم نختاره، حاضرنا الذي ابتدا منذ أن وطأت أقدامنا أراضي بلاد المهجر على اختلاف أماكنها بعد العام 1864. في الحاضر نعالج آثار الماضي ونضمد جراحه، نضع الحلول ونخطط سياسات ونحدد أهداف لتحقيقها بحيث تساعدنا في اجتياز عتبة الانكسار والهزيمة نحو حياة جديدة آمنة تكفل الكرامة لنا ونغرس فيها بقلوب أبنائنا ذكرى حب وطن لم يروه، ونربيهم على أخلاق وعادات وتقاليد عمرها من عمر السنين. ما زالت المغارات في جبل القلعة والمدرج الروماني وبيوت الطين في مختلف أماكن إقامتنا في هذا الأردن الطيب تردد صدى آهات وتنهدات أجدادنا وأشعارهم بصوت شجي مكلوم وحزين ينعون وطنهم وشهداءهم. لعقود من الزمن حافظنا على تماسكنا وترابطنا ضمن منظومة الأديقة كابسة، فعرفنا الناس بها وقدرونا عليها، ولكن للأسف في السنوات الأخيرة ولانشغالنا ببعضنا عن صلاح أمرنا طرأ تراجع كبير على احترامنا لمنظومتنا وتمسكنا بها، الأمر الذي يؤشر لأمر جلل قد يحدث لمجتمعنا في المستقبل القريب إن لم نتدارك التراجع الحاصل وننشغل بإصلاح بيننا وتقوية عور علاقاتنا. قمنا نحن عندما كنا أصغر عمراً بمناسبات عدة بلوم الذين سبقونا لماذا فعلوا هذا ولم يفعلوا هذا، فدعونا نحن أبناء الحاضر أن لا نكرر الخطأ فيلومنا أبناؤنا أيضاً. نعمل ونتعب لأجل أبنائنا فهم عدتنا في الأيام القادمة، فإن لم نحسن التدبير في الحاضر الذي نعيش الآن سيدفعونهم الثمن مستقبلاً. ها هم أطفال الحاضر وقادة المستقبل جاءونا ببعض التساؤلات، فلنستمع لهم. ليش نحن ما بنعرف عن عاداتنا؟ ليش نحن ما بنعرف عن مأساتنا؟ طب احنا وين بلادنا؟ ليش ما نروح عليها؟ ليش اخذونا هم؟ ليش اخذوا ارضنا؟ ومين هم؟ شو هي عاداتنا وتقاليدنا؟ هاي هي ملابسنا الشركسية، ليه ما نلبسه كل يوم؟ هذا هو اللباس الشركسي القومي اللي بنفتخر فيه ونعتز فيه أينما نبي. الأسئلة اللي بيسألوها أو التساؤلات اللي عند الشباب أظن أكيد في لسه فيه أكثر منها بكثير اللي بيسألوا عنها، ولكن هذه كلها موجهة للحضور، صف أول صف ثاني صف ثالث، إحنا أبناء الحاضر. بالتأكيد لديهم تساؤلات أكثر وسيكون لديهم أسئلة أكثر وأصعب مستقبلاً إن لم تكن لدينا الإجابات المقنعة حالياً. هذا هو المستقبل وقادته أمامكم، فماذا أنتم فاعلون؟ لا إله إلا أنت يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذي العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما تريد. أسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع الظلم عن أمتي. لا إله إلا أنت. والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً لكم، شكراً لأطفالنا الأعزاء. غبزر ورواتي جنفد بشسر ورد شقيوة، يقو شاكر بسم قيجه، يبشي ناثر بسم يأسه. مع غبزة مقدمة من الأكاديمية الدولية للثقافة الشرقسية.
هوريدا زوب شري غازا هوريدا هوريدا يا تقاجت أقواما هوريدا هوريدا يا شكر كالازا هوريدا هوريدا فقازت غازما هوريدا هوريدا يبسري شغاتا هوريدا هوريدا حاكوك سوا أقواما هوريدا هوريدا نشكر الأكاديمية ونشكر نادي الجيل نشكر مدرسة حمزة كل المؤسسات الشركسية شاركونا اليوم لكن شفتوا المعرض جابوا شباب النادي فيه معرض رائع بتمنى كل واحد يجي على القاعة وما شافه يرجع على قاعة النادي ويشوف المعرض لكن كمان لازم نوجه شكر عميق للنادي الأهلي تصميم اللي شفتوه برا بالشموع على مدخل القاعة من تصميم النادي هذا النادي الذي يعتبر أحد أقدم مؤسساتنا الشركسية بل وأحد أقدم الأندية الشركسية والأردنية في الأردن ما يزال نبراسا يحتذى به كمصنع لشبابنا الشركسي الملتزم بقيمه وقوميته لا ننسى كذلك مؤسسة كوبان المسؤولة عن تغطية حدثنا الليلة وتسجيله للأجيال القادمة عن طريق تلفزيون نابت الشركسي هذا التلفزيون أو التلفاز الذي غدا موطن رسالة الشراكسة إلى معاشه وموطن ذاكرتهم الحية التي ما تزال تنبت بعشق الوطن والرغبة بالحرية الآن نترككم مع كلمة رئيس الجمعية الخيرية الشركسية السابق العميد المتقاعد زهدي جامبيك فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كنا في زيارة بالأمس لرئيس الجمعية الخيرية الشركسية عقبة الباشا محمد حميد لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالمجتمع الشركسي فكلفني بإلقاء كلمة واشترط علي خالي محمد غش أن لا تتجاوز 3 دقائق وأن لا يتكرر فيها شيء مما ذكر سابقا فكان في تحدي أني أستمع لكل الكلمات وأشوف شو لمن ذكر وهذه يعني مشكلة حقيقة لكن هناك 3 نقاط أحب أن أذكر فيها وقد لا تكون أخذت ما تستحق من الاهتمام قد لا 3 نقاط هي الحدث والمؤسسة والوطن أما الحدث فهو إبادة جماعية تم ارتكابها بحق المجتمع الأمة الشركسية هذه الإبادة الجماعية ليست الوحيدة فقد لحقها عدة جرائم إبادة جماعية تم عرضها على الأمم المتحدة منها إبادة رواندا
وكنت أحد رؤساء فرق التحقيق لمدة 10 سنوات في المحكمة الخاصة بتلك الإبادة، ورأيت كيف تم القتل في موضوع إبادة في سنة 1994. لكن كل ما رأيته وكل ما قيل لي وكل ما دونت من شهادات لم يرقى إلى ما قرأته عن الإبادة الشركسية، فقد قتلونا وأبادونا بطريقة غير مسبوقة أبدا. قتلونا قتلا وسحلونا وأحرقونا، متنا غرقا متنا جوعا متنا حرقا ومتنا بردا ومتنا عطشا، متنا بكل طرق الموت، لم يتركوا طريقة لم يستخدموها. ثم لما نجا منا القلة القليلة وضعونا على الشواطئ، فمن شاطئ وطننا الأمراض لا تسمح لنا بالعودة، ومن الشاطئ الذي ألقونا إليه الأمراض لا تسمح لنا بالدخول، فأتموا قتلنا بكل طريقة يمكن أن تفكر فيها. هذه الإبادة لا بد أن ننهض منها، وحتى ننهض منها فلا بد من النقطة الثانية وهي المؤسسة والمأسسة. أما المؤسسة فحال أن قدمنا إلى المملكة الأردنية الهاشمية لم تكن في حينها مملكة، لكن بنينا مؤسساتنا الاجتماعية وسبقنا الجميع سنة 1932 بعد قيام المملكة، وسبقنا الجميع فأسسنا الجمعية الخيرية الشركسية عام 1932. هذه الجمعية التي يجب أنتهز هذه الفرصة ليقول التي يجب أن نقف جميعا معها في كل الظروف، راضين أم غاضبين، نقبل أو لا نقبل، نحب أو نكره، أن نقف مع مؤسستنا التي أكملت الآن 91 سنة من عمرها، وأسأل الله أن يمد في عمرها، لأنها المؤسسة التي سمحت لنا أن نقف اليوم أو نجلس معا حتى نستذكر الحدث. وأنا فايت أحد الأصدقاء الأعزاء بيسألني شو لازم نحكي، يعني نفرح ولا نزعل، شو الحدث؟ الحدث إخوتي هي الإبادة الجماعية التي تكلمنا عنها، لكننا لا نحيي فيها الموت ولا نحيي فيها انتصار عدو تمكن منا في لحظة ضعف بعد أن تخلت عنا فرنسا وبريطانيا والدولة العثمانية والكل، لم يمنحونا لا سلاح وتركونا بأيديهم ليقتلونا. لا نحيي هذه الذكرى حتى نستذكر الموت، وإنما نقف إجلالا واحتراما لنهب جنازة لائقة لشهدائنا الذين لم يتمكنوا أهلنا من أن يعطوهم الاحترام الذي يستحقونه كشهداء، لا بل كإنسان ماتوا حرقا وغرقا وتقطيعا ولم يسمحوا حتى بأن يمنحوا فرصة أن يدفنوا بكرامة. هذا الحدث الذي نحييه سنويا إنما نحييه لنقف دقيقة ونهب أرواحهم ثواب الفاتحة، وأيضا أن نعطيهم ما يستحقونه من احترام لأنهم ماتوا واستشهدوا بأجلنا. أما المؤسسة والمأسسة فقد تحدث فيها أحد الزملاء سابقا، والمأسسة تقتضي أن لا نقف عند هذه المأساة وأن نبني وأن نساعد في البناء. جئنا إلى هذه المنطقة كدولة وغيرها من الدول فلم نتوقف، بنينا دولا في بلاد الشام، في أوروبا، في البلقان، بنينا دولا قبل أن تنهض هذه الدول، لن نتوقف عن البناء. أحد رؤساء جمهورية قبردين البلقارية في أحد كلماته قال: لن ننسى أحدا ولن ننسى شيئا وسنبقى أمة تبني. وهذا الكلام هو ما نريده من إحيائنا لمثل هذه الذكرى. أما الأخيرة وهي الوطن، أفلا يكفينا كشراكسة أن يكون قدوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد هجر من مكة كما هجرنا؟ نفس الحال، فقال في المدينة: اللهم حبب إلينا المدينة
كما حببت إلينا مكة، ونقول اليوم: اللهم حبب لنا المملكة الأردنية الهاشمية كما حببت إلينا قفقاسنا، لأننا بنينا هناك وبنينا هنا. أختم بالقول: اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا حتى يكون حبيبا لأنفسنا كما نحب وطننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب السوق، معلومة أخرى: في عام 1818 لم يبقى في منطقة القبردي نتيجة الاحتلال الروسي القيصري ونتيجة للطاعون سوى 35,000 من أصل 300,000 من الأدية للأسف. حتى الدعاء عندما يخرج من فم الصغار فإنه مستجاب له كونهم بلا خطايا، فعسى أن يملأ دعاءهم أركان السماوات والأرض مع دعاء حتى أن من طلبة مدرسة الأمير حمزة بن حسين. وذديت حوت حشفة دي خوج لشكر واردة ونجو دي وافر قاشخو دي شفلة شخانطو دي شالخر غشبسو ورد جزائر دي خجبزو نخش دي أم شخوتشو ونا بماخورة خكوج ماخورة تحمديش. وبسو شبابنا يرفعون الرأس أينما ذهبوا ووجهوا، وهو منهم، هو من رجالنا الأوفياء، قدوة لمن هم أصغر منه ومرجع تاريخي سياسي لجيلنا. مع كلمة دكتورنا العزيز الدكتور علي كشت. الحضور الكريم، الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم. في بش حشف وبصومي تمر علينا ذكرى يوم التهجير والحداد الشركسي، وكلنا يقين بأن هذا التاريخ شكل نقطة فارقة في حياة شعب الشركسي وجعله يختلف تماماً عما كان عليه قبل هذا التاريخ. لم تكن النهاية، بل كانت بداية لصفحة جديدة من صراع البقاء والوجود في حضارة امتدت لأكثر من 6,000 عام، مليئة بالمساهمات التي أثرت الحضارة الإنسانية العالمية من حضارة مقواب وغيرها. كان قد حكم على شعبنا الشركسي الأبي أن يخوض قصة كفاح لا يمكن لأي شعب آخر أن يخوضها. في هذه الذكرى لم تعد لإحياء تفاصيل تلك الكارثة والمأساة التي حلت بشعبنا من شهداء بالآلاف وتهجير قسري لأكثر من 90% من أبنائه من أرض وطننا إلى المنفى الكبير، حيث أصبحوا وقوداً لحروب وصراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل، لكنها أصبحت دعوة للنفير العام يطلق في كل عام لكي يستجمع الشعب الشركسي قواه وينهض من جديد. هو اليوم الذي يؤكد لأبناء هذا الشعب بأنهم مختلفين عن الآخرين في الوطن واللغة والتاريخ، والأهم من كل هذا بالمستقبل. لقد تحولت هذه الذكرى إلى يوم للنداء القومي الشركسي بضرورة النهوض لاسترداد الكرامة وأرض الوطن والتاريخ، من خلال تذكير الأجيال الشابة ببطولات وتضحيات أجدادهم، لكي نتمكن من بناء شخصية قومية قادرة على مواجهة التحديات. فالشعب الشركسي لم يكن لقمة سائغة رغم الفارق في العدد والعدة مع روسيا القيصرية، ويكفي القول بأنه في مثل هذا اليوم من العام 1864 وقبل الاستعراض العسكري الروسي احتفالا بالنصر، وقعت آخر معركة بين قوات حكومة المجلس الشركسي، آخر ممثل شرعي لدولة شركسيا المستقلة، والقوات الروسية الذي بلغت إعدادها 250,000 جندي أمام 20,000 مقاتل شركسي
استشهدوا جميعا دفاعا عن أرض وطنهم وكرامتهم في مقاومة باسلة جسورة. ورغم ما حل بالشعب الشركسي من ويلات وكوارث، تمكنت القلة الصامدة الباقية على أرض الوطن من انتزاع 3 كيانات سياسية من الدولة الروسية دائمة التغير، وتمكن الشعب الشركسي من فرض نفسه على هذه المنظومة السياسية لهذه الدولة على أنه إحدى تلك الشعوب والقوميات المكونة لدولة روسيا الاتحادية وما يرتبط بذلك من مجموعة من الحقوق والواجبات. اليوم ووفق المتغيرات التي يشهدها العالم، فأنه يصبح لزاما علينا أن نعيد فهم وترتيب تلك العلاقة التاريخية المعقدة مع الدولة الروسية بما يتلاءم مع مصالحنا، وأن نعلم تماما بأن المعركة القادمة قد يكون السلاح الديمغرافي هو الحاسم فيها، حيث تشير آخر الدراسات الحديثة بأن روسيا الاتحادية بحاجة إلى ما بين 390 ألف ومليون شخص سنويا للحفاظ على واقعها السكاني، وهذا ما يعني أننا أمام فرصة تاريخية لنكون جزءا من الحل بدلا من المشكلة، وأن يكون للدبلوماسية الموازية دور رئيسي في هذه المرحلة إن أحسن استخدامها. إن إدراكنا للواقع السياسي الموجود اليوم في دولة روسيا الاتحادية سيساهم في تحقيق العدالة التاريخية التي نطمح لها بشكل أو بآخر، من خلال مطالبة الدولة الروسية بالاعتماد على السياسات القائمة على تعزيز التنوع القومي لدولة الروسية بما ينسجم مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة، والابتعاد عن سياسة الاستيعاب الممارسة حاليا بحق القوميات المكونة للاتحاد الروسي، وأخذ العبرة من التجربة السوفيتية الفاشلة في هذا المجال، والاحتكام إلى الدستور الاتحادي الذي يقوم على ضرورة احترام التنوع القومي لروسيا الاتحادية، مع إعادة النظر في القوانين التي تمس حقوق القوميات المكونة لهذه الدولة مثل قانون اللغات وغيره، وإعادة النظر أيضا في التعديلات الدستورية التي قلصت من صلاحيات الجمهوريات والأقاليم القومية المكونة للاتحاد الروسي بشكل يتعارض مع الاتفاقات الفدرالية الموقعة بين هذه الجمهوريات والمركز الروسي في فترة التسعينيات، وإيجاد معالجة دستورية صحيحة للمطالب الشركسية مثل قرار برلمان جمهورية القبردية والأديغية المتعلق بإعادة المهجرين الشراكسة من المهجر، والاعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية وتفعيل دور المحكمة الدستورية العليا في الفصل فيما يتعلق بالقوانين التي تمس أو يشتبه بأنها تعتدي على حقوق أبناء القوميات المكونة لروسيا الاتحادية. وإذا كانت روسيا الاتحادية ترى بأن أي مطالب أو تحديات أو حقوق تتعلق بالشعب الشركسي لابد أن تعالج ضمن إطار دولة روسيا الاتحادية فقط لا غير، فإن هذا الأمر يحتم عليهم بالمقابل على هذه القيادة السياسية تلبية معالجة هذا المطالب من قبلها بالشكل الذي لا يجبرها إلى اللجوء إلى قوى خارجية لمساعدتها في الدفاع عن حقوقها. في الختام لا أجد أفضل من هذه الأبيات الشعرية التالية اختتم حديثي فيها، وهي تقول: أتظن إنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي، أتظن إنك قد طمست هويتي وبحوت تاريخي ومعتقداتي، عبثا تحاول لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي، والشعب الشركسي كالقيامة حقيقة ثابتة لا تفنى ولا تزول. حامد غبصور، شكرا. حامد غبصور دكتور، نشكر دكتورنا القدير. نحيطكم علما أن جميع المعلومات التاريخية التي قدمناها لكم اليوم قد زودنا بها الدكتور علي كشت، مشكورا. يودينا على معلومة: في عام 1818 تحطمت السفينة سفينكس وعلى متنها 3000 مهجر شركسي قبالة السواحل القبرصية، نجا تصوروا معي من 3000 واحد فقط 500 شخص، 2500 شخص أحرقوا وأغرقوا في هذه المأساة. هذا يقودنا إلى أغنية حول مأساة التهجير بعنوان أوريرا للفنانة زينة أزوقة. Thank you.
قبل الختام اسمحوا لي أن أقدم دعاء طلب مني أن أقدمه باللغة الشركسية. سيراشن حثونر أدياب زجق سؤاغبي سيوقع من إفا أدياب زد غويا شكر يمكس بشمس دعاء باللغة الدعاء باللغة الشركسية ومترجم لاحقا إن شاء الله باللغة العربية. يا الله حسابه يا الله حساب تقوى ثقوه تي أدي تبقر فتنة غيأنو غاشة تحيئو بسون غداك يأنو أدي يتناثري وتسشوى قننو تي واشو كرش قانتكو تي واش عكر ثاقكو بدكو تيفدو تي تقور بايو تي بسر قبزابزو تقوثو. يا الله تال ادي اخر دغو نغر يا باشحة قاوتنو دياغر يا جبم قاغننو ادي ابزجر تقب شأنو أدياغر زفدو تشتنو أدي مصر تيلكم تيتنو أدي خاب زمجة تبسونو. يا الله يا الله تال تتحشكو تنحشكر وازو قغانك تيجالكر شوخة فدو غبسوخ تيبشاشكر ستني قواشم فدو شغتخ تيسابيكر
نهار تشتغل شكفدو شغال تيناوة خير عادي وناوة شبقكو شتلكو تيثقوات خير زيخونكو بشقوت قمناشكو مع مرغم شابزيش تغنو زاوم شابزشيش تغنو تقوى ثقوا يا الله يا الله حساب تتحشكو تقوى ثقوا دنايم يكشجم يا ونحق فوغنو عشمي يا وقم تريت تتنو هذه يسبق مفاي تتناثري تتبقري تخمنو ماق تمشئنو تمشئو سبق مفاي تلجنو تتوقفم يا تبجتم ونو تقننو مفدو زي أزاق وتقننو تقوثو يا الله تعال تتحشوه زلصف شغب شجغب قدق غري شغب شجتب يوثن يوثن قاود يخر من قشاءم تتيتنو يا الله تبغى بسر يا الله ندعوك أن يحظى قومنا بالحرية والعمر المديد والحياة الجميلة أن تكون أرضه خضراء دوما وجباله عالية قاسية مثلنا وأرضه غنية ومياهه صافية ربي ندعوك أن يكون الخير أمام الشراكسة والشر خلفه أن يتكلم الأديابزة وأن يتنفس الأدياغة وأن تكون الأدية نمس على وجوههم وأن تكون الأدية خابزة طريقة عيشهم يا رب ربي تعاليت ندعوك أن يكون كبارنا نجوما نقتدي بهم وشبابنا فرسانا وفتياتنا مثل ستني قواشر وأطفالنا فرسان نرتين ندعوك ربي أن تكون عائلاتنا شركسية حقة وقبائلنا واحدة لثنتي عشر أن يكون في جعبتنا ثلاثة أسهم في السلم وثلاثمائة سهم في الحرب ربي ندعوك مغفرة لشهدائنا وأن نسير على دربهم لمصلحة قومنا وأن نحمي وطننا وأرضنا وشعبنا وأن نعمل بصمت لأمتنا دون أن نطعن ظهور إخوتنا يا الله لم ننسى أحد ولن ننسى ما حصل إما رجالا وإما الموت كما يقول مثلنا الشركسي يا الله اجعلنا على هذا المثل سائرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن فليتفضل مشكورا رئيس جمعية خليط الشركسية الباشا محمد حميد درجوقة مع كلمة الوداعية وشكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم دي تحمادشة دي نخجفشة دي شبخة سي قشة سي بنشة سنشرح سوريا سلام فابا في قصة صحي سلام قابة في زوج اليوم استمعنا إلى العديد من الكلمات لن ألخصها ولن أرددها مرة أخرى أعطتنا فكرة كاملة عن الحدث والتحليلات التي تمت من قبل المتحدثين الكرام طبعاً أشكركم على حضوركم جميعاً هذا المساء ورفعت معنوياتنا بوجود هذا العدد ما شاء الله وإن شاء الله تضلها حضوركم ظل باستمرار إلى جمعيتكم
اللي لازم كلنا نفتخر فيها ونرفعها لفوق وتكون قدوة لكل جمعيات البلد إن شاء الله. نشكر المؤسسات اللي ذكرها عارف الحفل سيدنا الحتش، بدون ما أذكرها مرة ثانية وأخاف أني أنسى فرقة أو شاسة أو نادي، فنشكرهم. نشكر اللجنة الاجتماعية اللي نظمت وساعدتنا في التنظيم. اللي بدي أحكي له بدي أحكيه في نهاية كلمتي، هذا اللقاء هو أول لقاء للمجلس الحالي، فلأنه أول لقاء لابد يصير فيه أخطاء بسيطة إدارية. مثلاً بجوز بعض الناس ما أعطيناها حقها اللي بتستحقه من حيث المقعد، من حيث الاستقبال، من حيث أمور كثيرة، فأعتذر منهم جميعاً، وأعتذر من اللي أخذ كرسي غيره، وأعتذر من كل واحد إذا شاف منا تقصير، لأن إحنا الهيئة الإدارية بنحبكم جميعاً ولا نميز بين أحد. هناك رجالات خدموا في الدولة وصلوا مراتب عليا يستحقوا الاحترام، هناك كبار في السن يستحقوا الاحترام، وهناك أشخاص ما دخلوا في الدولة وما تعلوا المناصب لكن خدموا المجتمع الشركسي أكثر من كثير من اللي خدموا في المناصب العليا. فأحياناً صعب أنك توازن المعيار، قد يكون صعب أحياناً، فاعذرونا. في النهاية احنا بنحبكم جميعاً بدون تمييز. الشركس كنا خلقنا بالجينات أمراء، فلذلك لما تشوف الشاب الشركسي لما يرقص رافع راسه فوق وبعتز، فبقول زوا ديجنر سيتي واسة، يعني انك تكون شركسي بسوى الدنيا وما فيها. فشكرا لكم والى اللقاء. تفضلوا.